هلو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي. هذا ما شاء الله تبارك الله عشان الليلة جد عن جد. الله يعطيه العافية. وش الزين يا أبو سلطان؟ حبيب قلبي الله يخليك يا مرحبا. صراحة أكثر شيء ما يشدني في أي قصر النجف، صراحة مرة جميلة. هذا عزكم الله دورة المياه والمغسل، عشان ما في مواقف في الشارع العام فاضطرينا كلنا نوقف سياراتنا جوا. بس المشكلة الحين كيف نقدر نخرج بعد ما صكينا على نفسنا. ومع بطل الكاراتيه انا سويت اليوم السناب دي حبيبي الله يسعدك. خوف منه لا يديني سوف ليكس. احنا معاك، اي واحد يجيك احنا معاك. سامعين؟ اي واحد حيتعرض ها ايش نسوي له؟ ما يحتاج اي، بس دق علي طوالي. ابو سلطان اول شيء نقول لك كثر الله خيرك على العشاء الفخم هذا. حبيبي الله يخليك ويسلمك وشكرا على حضورك وتشريفك لنا. طب بصراحه تبغى كده تغششنا ايوه وتقول لنا ما شاء الله مين عمل الديكور الجميل هذا والرائع؟ طبعا من الشركه اللي سويت لكم الديكور؟ طبعا مو انا، هذه ام سلطان هي اللي سوت كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله.